إيمانا بدور الخطاب الديني المستنير في مواجهة الفكر المتطرف، جاءت تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة بذل مزيد من الجهد لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، موجها التحية والتقدير لعلماء الأزهر الشريف والأوقاف القائمين على تصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للغلو والتطرف الفكري. تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة الأوقاف بليلة القدر، حيث كرم الرئيس خلالها الفائزين في المسابقة العالمية 26 للقرآن الكريم التي نظمتها الوزارة، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 1,100,000 جنيه. نتابع. سبحان الله عم. ليلة هي خير من 1,000 شهر نزل فيها القرآن الكريم المنهاج الحافظ حقوق الناس وواجباتهم لنشر تعاليم الدين السامحة، والتي ما أحوجنا لتطبيقها اقتداء برسولنا الكريم، تطبيق يتأتى بخطاب ديني متجدد. هكذا جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر. إن هدفنا الأساسي هو الحفاظ على جوهر الدين والشباب لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة، وحجم التحديات والمخاطر من جهة أخرى. ولا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، ولذا فإننا نأمل في بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة. كلمة الرئيس تضمنت أيضا أن خير معبر عن الدين وتعاليمه هو انعكاس تلك التعاليم على سلوك معتنقيه، لذا فإن أولى علامات ذلك الانعكاس هو البدء بالنفس، وأن تظهر تلك التعاليم على سلوك الفرد في كافة مناحي الحياة. أنا عايز أقول إن اللي بيأثر على الدين ويقدمه بشكل طيب أو مش طيب أهله ناسه، إحنا اللي بنقدم إسلامنا أو ديننا. الكلام ده مش الكتب والنصوص فقط، لا، ممارستنا كبشر. إذا كنا عايزين نكافح نرفض ندافع ونقف قدام ربنا سبحانه وتعالى على إن إحنا كنا يعني حماة وحراس وكده، فنراقب كلنا أنفسنا كلنا ونشوف بقى كل كلمة بتطلع وكل تصرف بيتعمل يا ترى بيودي لفين. وكان الاحتفال بليلة القدر قد بدأ بكلمة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أكد فيها أن الجماعات الإرهابية تعمل على إحداث الفرقة والوقيعة بين الشعوب وحكامها نتيجة الفهم المغلوط لأمور الدين، ما يعني الحاجة الماسة لإعادة قراءة التراث الفكري. أننا في حاجة ماسة وملحة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري، قراءة جديدة بروح عصرية ناقدة ثاقبة ووعية. وهذا المنهج النقدي العقلي هو ما نسير عليه بفضل الله عز وجل، مع الأخذ بكل وسائل التحديث العصرية من نشر خطبة الجمعة مترجمة مقروءة ومسموعة ومرئية ب16 لغة إضافة إلى لغة الإشارة، واعتماد مركز دولي للحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، تم تخرج الدفعة الأولى فيه منذ أسابيع. وتلا ذلك كلمة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تناولت ظاهرة الإسلام فوبيا والتي انتشرت في آلة الإعلام الغربية بإشارة إلى التخويف من الدين الإسلامي الحنيف. أتحدث عن الإسلام فوبيا، تلكم الكلمة اللقيطة والتي ما فتئ علماء المسلمين ومفكروهم الأحرار يفندونها ويكشفون عن زيفها وتهافتها منذ أكثر من 15 عاما. هذه الكلمة ما كان لها أن تتجذر في ثقافة السياسيين والإعلاميين الغربيين ثم في وعي جماهير الغرب لولا التمويل الضخم المخصص لدعم الاستعمار الحديث وسياسته في الهيمنة
والتوحش والانقضاض الجديد على ثروات العالمين العربي والإسلامي. هذا وقد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظة القرآن الكريم ومنحهم جوائز المسابقة العالمية 26 لحفظ القرآن الكريم. لتبقى على عاتق هؤلاء من حفظة القرآن الكريم مسؤولية إظهار الصورة الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف. سارة متولي للتلفزيون المصري.